عجبني هذيك اليوم واحد معامل بوست حاط صورة قزازة مي، بيقول قزازة المي هاي، ها قزازة المي هاي بالسوبر ماركت حقها 15 قرش وبالفندق حقها 5 دنانير وبالمطار حقها 10 دنانير، هي نفس المية، المي مي لكن اختلف سعرها باختلاف المكان الذي هي فيه. فضع نفسك في المكان الذي تقدر فيه، فآن لرسول الله أن ينشر فكره في موضع جديد حيث يقدر أهل الفكر فكره وأهل العقل عقله وأهل الشهامة شهامته وأهل الرجولة رجولته وأهل الانفتاح انفتاحه وأهل السياسة سياسته وأهل الرياسة رياسته، فأنزلوه في الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه. اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في حلقة جديدة مباشرة بمناسبة ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاد امة الاسلام، مبعث نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الارض الجرداء القاحلة المقفرة التي لا زرع فيها ولا كلأ ولا نبأ الى ارض الاسلام الاولى، ارض المدينة المنورة، الى الارض التي تشرفت باحتضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب القديمة، إلى المدينة المنورة حديثا، يوم أن لم يكن فيها مصباح ولا عمود كهرباء واحد، ولكنها أرض زراعية استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنذ أن وطئتها أقدام رسول الله وإذا بها يثرب تصبح المدينة المنورة لا بنور كهربائها ولا بغازها أو نفطها أو طاقتها، ولكنها أنيرت بمقدم مصباح الدجى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدت المدينة المنورة من يومها إلى قيام الساعة، وإن الإيمان ليأرز يختبئ في المدينة المنورة كما تأرز الحية إلى جحرها. حياكم الله في ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياكم الله في بداية تأريخ المسلمين. بداية تأريخ هذه الأمة الإسلامية يبتدئ بهجرة رسولها صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يجعل هذا العام عام خير ورحمة وبركة وسؤدد وانفراج ورزق وجمع حلال، إنه على كل شيء قدير، وأن يغفر لنا ما مضى، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أجمل تلك اللحظات العظيمة التي ينتقي فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بنبيهم ورسولهم، وهم كل يوم يخرجون لاستقبال رسول الله بعد أن عرفوا أن رسول الله قد خرج من مكة المكرمة متوجها إليهم، يعلمون التاريخ خروجه ولا يعلمون لحظة وصوله، فيخرجون بشوق المشتاق الحبيب إلى حبيبه الملهوف، لهفة الأم على ولدها، لهفة المشتاق إلى غائب حبيب قريب طبيب إلى قلبه وروحه، يخرجون كل يوم ينتظرون رسول الله، فما يردهم عن استقباله إلا حر الشمس ولهيب صحرائها وعطش أرواحهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعون إلى بيوتهم، وذلك كل يوم لعل الأعين تكتحل بمحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجعون يوما من الأيام إلى بيوتهم قد خالطهم اليأس من شدة التعب والنصب والعطش واللهفة على رسول الله، يرجعون إلى بيوتهم يستظلون بظلها عل ظلها يبطئ حرارة الشمس التي أكلت من أجسادهم، فما هي لحظات وقد دخلوا إلى بيوتهم وإذا بصائح يصيح يا أهل يثرب هذا نبيكم قد أقبل، فيهرعون مرة أخرى لاستقبال رسول الله، وإذا برسول الله يقدم من بعيد يطلع عليهم من منطقة تسمى ثنيات الوداع، فلهج بها كبارهم وصغارهم نساؤهم ورجالهم بلا ترتيب ولا تحضير ولا ألسنة تنطق بما يسيل من
محبة قلوبها يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بشرفت المدينة يا مرحبا يا خير داع. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وهو يعلم أن برنامجه برنامج العقول برنامج الفكر برنامج توحيد الأمة برنامج القضاء على خلافياتها برنامج توحيد أفئدتها وجمع كلمتها وعزة شأنها ورفعة أمرها. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بناء دولة يحتاج إلى بناء فكر أن بناء أمة يحتاج توحيد قلوب أن بناء مجتمع يحتاج إلى تنظيم. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر سيكون عسيرا ولكن اليسير ما يسره الله. يعلم رسول الله أن مجتمع المدينة مجتمع متناحر متفرق قد نهشت الحروب أجسامهم بعد 128 عاما من الحروب. يعلم أن مجتمع المدينة 59 حيا. يعلم أن مجتمع المدينة المنورة قد أكلتهم الملاريا والأمراض والحمى بسبب الماء الآسن الموجود فيه. يعلم رسول الله أن ماء المدينة أجاج ملح لا يكفيهم. يعلم رسول الله أن قوتهم قليل وأن اليهود متآمرون. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مطمع لجهات خارج المدينة المنورة. فيضع نصب عينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطوة الأولى لتوحيد قلوبهم وفكرهم وعقولهم واجتماع كلمتهم فيبدأ في أول يوم ينزل فيه إلى المدينة المنورة ببناء المسجد لأنه يعلم أن بؤرة الأمة مساجدها وأن كيان وجودها بمساجدها وأن توجيه عقولها بمساجدها وأن المساجد ستكون منطلق فكر ورأي وعقل ودين ومرحلة جديدة من مراحل الحياة البشرية بأسرها. فيبدأ ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم لا من أجل أن يصلي الصلوات الخمس فقد قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لا من أجل فريضة عبادة فحسب فالأرض كلها طاهرة وأرضها محراب لا من أجل أن يظهر شعيرة عبادة فأنت تستطيع أن تصلي في كل مكان ولكنه يريد أن يبني مقر دولة يستقبل الوفود ويرسل الجيوش ويبعث الكتاب ويرسل السفراء من مكان ينتمي إلى الله لأنه يعلم أن نصرنا وعزنا وفرحنا وسؤددنا لا يكون إلا بقدر ارتباطك مع الله وأن جوعنا وفقرنا وعوزنا وذلنا على قدر ابتعادك من الله عز وجل وأن ضنك الحياة يبدأ يوم أن تفرق بين دينك ودنياك وأن فرج الحياة يبدأ يوم أن تجمع بين دينك ودنياك. فدينك صدق وأمانة وعفة وكرامة وكف يد عن مال الناس وأن جهدك وجهادك يبدأ من بيت يسمى بيت الله. فبدأ بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل الصحابة حجرا حجرا وإن أنس بن مالك يقول وإني لأنظر إلى رسول الله يحمل الحجرين لأنه يريد أن يقول لأمتي من بعده المسؤولية ليست رفاهية المسؤولية ليست مكيفا المسؤولية ليست سيارة المسؤولية ليست مكتبا المسؤولية ليست سكرتاريا المسؤولية ليست مياومات وعد أيام وقبض رواتب المسؤولية ليست فشخرة وكشرة وكبرة المسؤولية ليست استعلاء وتنفذا ونمردة وفرعونية المسؤولية ليست حجبا للأبواب وإقصاء للمحتاج المسؤولية ليست تكبرا على خلق الله المسؤولية ليست حجابا وحجابا وجنودا المسؤولية ليست بعدا عن شعبك ووطنك ولكن المسؤولية إذا رأيت المواطن يحمل حجرا فإنك تحمل حجرين وإذا رأيت المجتهد يحمل حجرا فأنت تجتهد فوق جهده لتكون قدوة.
فيجتمع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون النتيجة والخاتمة صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، ليحث قلبك على الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحث قلبك أن لك تعلقا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الكعبة قد بنتها ملائكة السماء، فإن مسجدي هذا قد بنته ملائكة الأرض، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي زمان تشتاقون فيه إلى المسجد الأقصى، فكان الاشتياق والربط بين ثلاث: بس مسجد بنته ملائكة السماء، ومسجد بلكته ملائكة الأرض، ومسجد تشتاق العيون والقلوب والأدمع إلى لقائه. نسأل الله أن يكون قريبا، اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا في إذاعة يقين وبرنامج هم كم يفتح ما شافش عمان تي في. ويا مرحبا بعام هجري جديد نتذكر فيه إنجازات أجدادنا وآبائنا والسلفنا الصالح اللي بنوا هذا الدين وأوجدوا لنا مكان في هذا الوجود بعد أن كنا مستعمرين عند الفرس والروم. كنا عبارة عن رعاع شحادين تبع يقتل ابن العم ابن عمه طمعا في الرئاسة وطمع في الشيخة وطمع في أن يكون مقرب عند أمراء الفرس وأمراء الروم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، بعث الله فينا نبيا نعرف حسبه ونسبه. هذا كلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كلام ربعي بن عامر. فبعث الله فينا نبيا نعرف حسبه ونسبه. لما كان المجتمع يرفع القمم ويعظم القمم، ومجتمعات اليوم يعني مجتمعات اليوم كما تعلمون تقزم وتهمش، مجتمعات كانت تتحد على رسولها صلى الله عليه وسلم، ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فيبدأ تأسيس دولة. ولذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يؤرخ يبدأ تاريخ لهذه الأمة، من اعتباره من متى نبدأ التاريخ، من اعتبار متى قضايا وحوادث عظيمة في تاريخ الإسلام، لو بدأ بنزول القرآن على عينه وعلى الرأس، لو بدأ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يا سلام، لو بدأ بذكرى معركة بدر يا سلام. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه كان صاحب نظرة، لو بدأ بنزول القرآن عظيم، لكن الأمة ما شاركت فيه. القرآن اصطفاء من الله على رسول الله نزل، فإحنا ما إلنا دور فيه. لو بدأ بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، لكن إحنا ما إلنا دور فيه. كان اختيار الله عز وجل بين آمنة بنت وهب وعبد الله زوجها أبو النبي عليه الصلاة والسلام، فإحنا ما لنا علاقة فيه لكنه عظيم. لو أراد أن يبدأ بذكرى معركة بدر يوم الفرقان، يوم عظيم وانتصار عظيم، ابن عمرو ربي رسول الله لربى النبي جيش وداله واحد يوم 7 انتصروا، لأنه القعقاع بن عمرو إجا سوى كتيبة انتحارية، جمع 400 واحد وتعاهدوا بالله بكرة يا من انتصر يا من موت، فانتصروا. الأمم العظيمة تجعل من الفرد أمة، تنشئ أطفالها على أنهم رجال، ورجالها على أنهم سادة، ونساؤها على أنهن أحرار شريفات كريمات، يأمرن فيطعن وينهين فينتهى عما يقولن. هاي الأمة مين؟ الأمة الكبيرة. والأمة السافلة الهاملة تقزم كبارها، ويطحن بعضها بعضا، ويطأ بعضها أعناق بعض كما تطؤون الذر بأقدامكم، حتى لا تبقى فيها عين متفتحة ولا رأي حر ولا فم متكلم.
هذا اللي إجا يبنيه النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل من كل واحد أمة في هذه الأمة. هاي ترباية النبي عليه الصلاة والسلام. أما تربية ما أريكم إلا ما أرى فرعون، أنا خير منه إبليس، نحن أولو قوة جيش بلقيس. فرق بين التربية هاي والتربية هاي. فاختار سيدنا عمر رضي الله عنه حدثا شاركت فيه المجموعة كاملة، فما منكم من واحد الآن بيشوفني إلا لو رجعنا بخيط نسبه راح يرجع عند واحد من الصحابة اللي هاجروا، كل واحد فيكم، لأن المسلمين كلهم كانوا محصومين في المدينة المنورة. أنتم منين جيتوا؟ أي واحد من اللي بيشوفني الآن، أي واحد من اللي بتشوفني الآن لو أرجع بخيط النسب، ارجع بالخيط، راح تلاقي الأصل فيك صحابي، وراح تلاقي الأصل فيك صحابية، لأنه مجموع الأمة الإسلامية كان 125,000، دفن منهم 10,000 بالمدينة، و115,000 حول العالم. إحنا اللي جينا منهم، ولا منين نجي إحنا؟ إحنا منين جينا؟ نحن أبناء الصحابة، إحنا أبناء الأسود، إحنا أبناء الفاتحين. دعك من الذين يقزمونك ويهمشونك ويطأطئون رأسك، فما هم إلا سحابة صيف تكاد أن تنقشع ثم يرجع الحق من جديد. حبيبي صح صح. دعك من الذين يذلونك صبحا ومساء بأخبارهم ووصفهم وإشكالياتهم. هؤلاء زي ما في تلويث بيئي، في تلويث فكري، بتكون هالناس قاعدة ومبسوطة، بيجي واحد بولع عجل خرب القاعدة كلها، لكن آخرة العجل ينطفي وآخرة الدخنة تروح وترجع الربيع ربيع. دعك من الذين يلوثون فكرك وعقلك بسوداويتهم ومصطلحاتهم وانهزاميتهم، لا دخنة بتروح، الدنيا أوسع منهم، وسيخلد التاريخ اللي بنحكيه اليوم، لأنه سيكون شاهدا علينا. أسأل الله أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين. هذه أيام مباركة، نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا كل بالخير. ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. لما النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع العيش في مكة المكرمة، ما عابه أن يبحث عن أرض أخرى، ما عابه، ولا يجي واحد يقول أنت بعتنا ورحت على المدينة، رحت على يثرب، ليش قدمت أنت مكة عشان ما يروح على يثرب؟ شو قدمت له؟ قدمت له فرث جزور على رأسه، وإشاعة بأنه مجنون تارة وأنه مسحور تارة أخرى. شو قدمت له أنت بمكة؟ ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وراح المدينة المنورة، ما حدش قدر يفتح ثمه ولا عابه ذلك. الذين بالقرآن، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلم نفسه إذ وضعها في موضع لا يليق بها. قالوا فيما كنتم؟ ليش هيك تعملوا بحالكم؟ الملائكة بتقول لهم ليش تعملوا بحالك هيك؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شو الملائكة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ مين قال لك تقعد على الضيم وعلى الذل؟ مين قال لك تقعد على الضيم وعلى الذل؟ ليش بطلعت؟ يحاسب على ظلمه لنفسه، يحاسب على ظلمه لنفسه. عجبني هذيك اليوم واحد معامل بوست حاط صورة قزازة مي، بيقول قزازة المي هاي، ها قزازة المي هاي بالسوبر ماركت حقها 15 قرش،
وبالفندق حقها 5 دنانير وبالمطار حقها 10 دنانير، هي نفس المية لكن اختلف سعرها باختلاف المكان الذي هي فيه. اختلف سعرها باختلاف المكان اللي هي فيه. في السوبر ماركت حقها 15 قرش، وبفندق حقها 5 دنانير، وبالمطار حقها 10 دنانير. المي مي لكن اختلف سعرها باختلاف المكان الذي هي فيه. فضع نفسك في المكان الذي تقدر فيه. النبي ترك مكة وبقول له أحب بلاد الله إلي، مش زعلان منك. ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن ما حد قدر يعيب على النبي صلى الله عليه وسلم وطلع، لأنكم أشبعتوه إشاعات وضربا ونهشا في لحمه، فآن لرسول الله أن ينشر فكره في موضع جديد، حيث يقدر أهل الفكر فكره، وأهل العقل عقله، وأهل الشهامة شهامته، وأهل الرجولة رجولته، وأهل الانفتاح انفتاحه، وأهل السياسة سياسته، وأهل الرياسة رياسته، فأنزلوه في الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نطلع فاصل ونرجع لاستقبال الاتصالات على 569-33-77. فحياكم الله جميعا، يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. دائما بدنا نأخذ اتصال على 569-33-77. معنا اتصال. الله يسعد مساك دكتور محمد. يا مرحبا، أهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضل يا أختي. سمعنا كلمة المتبرجات، على مين نزلت ومين المقصود فيها؟ انت لابس شرعي؟ لا. شو لابس انت؟ يعني شعرك مش شعرك مبين قصدي؟ لا لا لا، بس انا يعني تقريبا عند الركبة. معناته بغطي شعرك؟ كده مغطي شعري، لابس الحجاب. اما هاي بقول لك لابسي شرعي بتقولي لا. لا ما انت فكرت انا شرعي. طيب على كل حال، لا ما انا فاهم انه حتى مفهوم لبس الشرعي صرنا نخربط فيه. معلش تسمعين، الله يرضى عليك، تسمعي يا اختي. اللبس الشرعي ان يكون مغطي الراس، وان لا يصف ولا يشف. لا يصف له ضيق، ولا يشف يعني ما بخايل. هسه شو التفصيل راجع لكم. بتلبس قميص لعند الركبة، بتحتي بنطلون واسع، بتلبسي إشار ملون، إشار سادة، أنت حرة. فالفكرة إنه اللباس المتبرجة هي اللي ما التزمت اللباس الشرعي. شو هو اللباس الشرعي؟ اللباس الشرعي إنه تلبس واحد لباس لا يصف ولا يشف. لا يصف يعني ما مش ضيق، ولا يشف يعني ما بيخايل. يكون فضفاض واسع مغطي على راسها، لو وقفت قدام المراية جسمها مش مبين لأنه لباسها واسع ومستورة. الله يرضى عليك يا رب. ناخذ كمان اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. يسلمك ويطول عمرك. ألو ألو، تفضل يا أختي أنا سامعك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، تفضل بسؤالك. انا بديها اسال بس ادعي لك. انا ادعي يا رب. من حد بدا البرنامج صليت على الرسول 2000 مره، اكثر من 2000 مره. ما شاء الله ما شاء الله نيالك. ودعيت لك ان الله يستر كل اللي بيستمع للراتقين يروحوا عمره معك. الله كريم. وثالث اشي ان شاء الله كل سنه وانت سالم، انت وكل المستمعين راعي يقين، ومناسبه عيد ميلاد الرسول. اللهم امين. هجره الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك، الله يكرمك ويجزيك عنا كل خير ويسلمك. الله يحبك يا اختي ويبارك فيك. سلمتي يطول بعمرك ويحفظك. الله يرضى عليك يا اختي ويسلمك. شكرا جزيلا. لا هجرة بعد الفتح. شو معنى الحديث؟ لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، بالمناسبة فتح النبي مكة في 8 سنوات،
وفتح الجزيرة العربية كلها بالرقم اللي كلكم حافظينه 10 سنوات. الأردن كلها صارت تعرف الرقم 10. فتح مكة في 8 سنوات. فتح الجزيرة العربية كلها ب10 سنوات. يعني قدر يحول الجزيرة العربية كلها من عقلية لعقلية ب10 سنوات. الجزيرة كلها مش بلد، الجزيرة كلها حول عقليتها ب10 سنوات. وكسر دولة الفرس ب13 سنة، وكسر دولة الروم ب15 سنة، وسنة 20 كان أعظم أسطول يتجول في المحيطات، سنة 23 تحديدا أسطول المسلمين. يعني بعشرين سنة كانت الدولة رقم 1 في العالم دولة المسلمين. وفي بيجيك واحد يقول لك احنا عشان بس نغير عقلية المواطن بدنا 20 سنة. قال عشان نغير عقلية المواطن بدنا 20 سنة. عيد لكم الأرقام. فتح مكة ب8 سنوات. فتح الجزيرة، فتح يعني غير عقول، مش فتح ذبحهم يعني، لا غير عقليتهم يعني، هاي معنى الفتح زمان مش حرب. فتح يعني غير عقليتهم من عقلية بتعبد 360 إله إلى عقلية بتعبد إلها واحدا. أخذت معه قديش العملية هاي؟ مكة 8 سنوات، الجزيرة العربية كلها 10 سنوات. سنة 13 كسر الفرس اللي عمرهم 2500 سنة. سنة 15 كسر الروم اللي كانوا محتلين بلاد الشام هاي كلها، المدرج الرومان وآثار جر، كانوا هذولا يستعبدوا أبائنا. هم مين بناهن؟ إحنا أبائنا اللي كانوا موجودين هون، كان الروم يجلدوهم جلد يستعبدوهم حتى يبنوا الآثار. تعبالك الروماني كان يشيل حجار؟ لا، كان يركب على ظهر أهلك ودندل جريه مشان يسوي حضارة، تمام؟ هاي سنة قديش؟ 15. سنة 23 كان أعظم أسطول يتجول في المحيطات أسطول المسلمين خلال 20 سنة. وبيجيك واحد يقول لك إحنا لا بدنا 20 سنة مشان عقلية نغير عقلية المواطن مشان نسوي نغيره. في واحد بدناش نحكي قصته عشان بداية الهجرة النبوية الشريف. احلى هونات الاختام حلقة هذا اليوم برنامج هم كمي عبر أثير إذاعة يقين بتعاون مع شاشة عمان تي في. بقولكم كل عام وانتم بخير، نسأل الله عز وجل يجعل هذا العام عام خير ورحمة وبركة علينا جميعا، على بلدنا وعلى جيشنا وعلى ملكنا وعلى ولي عهده. نسأل الله تبارك وتعالى يجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.